كشفت صحيفة بيلد الألمانية عن هبوط طائرة في مطار فرانكفورت الألماني تحمل 3 نساء ألمانيات وأطفالهن. أعادتهن الخارجية الألمانية من معسكرات الاعتقال الكردية في شمال سوريا بعد إلقاء القبض عليهن بتهمة الانتماء لتنظيم داعش الإرهابية. ووفقا لمعلومات بيلد، فإن النساء الثلاث سيتم تحقيق معهن من قبل السلطات الأمنية الألمانية بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية بالخارج والمساعدة والتحريض على جرائم ضد الإنسانية وانتهاك قانون السلاح.